في العربية. تفضل يا ست حسنات. اركبي. ايه؟ اركب على فين؟ اركبي العربية. ايه الكلام الفارغ ده؟ في ايه؟ الشنطة دي بتاعت مين؟ شنطة ايه؟ الشنطة اللي قدامك دي ايه؟ مش شايفاها؟ لا لا مش شايفاها؟ لا اقصد مش شنطتي، عمري ما شفتها قبل كده. امسكيها كويس. افتحيها شوفي فيها ايه. الشنطة دي فيها ايه؟ شوية مخدرات. يا لهوي لهوي، مخدرات؟ تقدري تقولي لنا الفلوس دي جبتيها منين؟ الفلوس ايه، مش بتاعتك؟ لو مش بتاعتك قولي لنا بتاعت مين؟ اللي شفته من ليلتها ما اقدرش اوصفه ولا احكيه. كل اللي قابلني يقولي دي فلوس مين؟ أحلف واتحالف وتسبقني دموعي. لا حتى عاوز يسمعني ولا حتى يقولي انت مين. طب أنا عاوز أتكلم مع حد يقولي هنبقى نقوم لك محامي. أخرتها رموني في السجن، ما بقتش أسأل ولا عايزة حد يسألني عن أي حاجة، خصوصا بعد ما فهمت هم عملوا معايا كده ليه. كنت لازم تبعتيلي. ما أنا كنت هبعتلك، بس لما فهمت قلت لازم أخليك بعيد، لازم أخليك بعيد لأنهم عايزين يبعدوني عنك. وبعتيلي جواب عند سيد. جواب؟ مش أنت اللي بعت الجواب ده؟ كتبتلك فيه إنك تبعد عني وتنساني. أنا اللي كتبت، حاطين عمري في كفة وبعدي عنك في كفة تانية.